وللمزيد حول اجتماعات اليوم الرابع للجنة البرلمانية المختصة ببحث برنامج الحكومة يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة وننقل لكم أعمال هذه اللجنة المشتركة بين نواب مجلس النواب وأيضا الوزراء المعنيين بمختلف الوزراء الذين جاءوا هنا لمقر مجلس النواب بالقاهرة بوسط البلد ليعرضوا خطتهم خلال الفترة القادمة في الثلاث سنوات القادمة. بالطبع يعني يتم مناقشة هذه الخطة بين النواب وبين الوزراء، ويتم بعد ذلك عرض هذه الأفكار وعلى الجلسة العامة ليتم أخذ التصديق النهائي على خطة الحكومة خلال الفترة القادمة. اليوم كان هناك يعني لقاءات بين النواب وعدد من الوزراء المعنيين بالتعليم والتعليم الفني، التربية والتعليم، التعليم العالي، وأيضا ب يعني عدة وزارات أخرى. اللجنة الثانية اليوم كانت لوزارة الشباب والرياضة والصحة. بالطبع هناك أيضا وزيرة ووزارة التضامن. هذه الوزارات تهتم بالإنسان بشكل مباشر، بناء الإنسان بشكل مباشر، سواء كان في جانب الصحة، جانب الرياضة، وجانب التكافل المجتمعي والتكافل الاجتماعي بشكل عام. تم عرض الأفكار المختلفة من الوزراء، وتم بالطبع الرد الخاص بالنواب واستفسارات خاصة بمدة تنفيذ هذه الأفكار وآليات تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. نتحدث أيضا عن من أهم ملفات أيضا الصحة، هو تطوير المستشفيات القديمة، إنشاء المستشفيات الجديدة، ولكن أيضا تجهيزات المستشفيات، وهذا يعني ما تحدث عنه أيضا ممثل لجنة الصحة هنا في البرلمان، وتحدث عن أهمية يعني تطوير المستشفيات، والمستشفيات الرئيسية منها مستشفى القصر العيني على سبيل المثال. هذه الأفكار كلها بالطبع يتم عرضها على 42 نائبا تم اختيارهم خلال الفترة الماضية رؤساء، بالإضافة لأيضا عرض المساهمات الخاصة بالنواب والفترات الزمنية المتفق عليها خلال الفترة القادمة. هناك استراتيجية أيضا، استراتيجية مصر 2030، وهي ضمن هذه الاستراتيجية أجزاء من الصحة وأيضا الشباب والرياضة، لكن أيضا المختص بالشباب والرياضة هي تأهيل وتدريب كوادر الشباب ليتعاملوا في جميع الملفات سواء كانت اقتصاديا أو حتى رياضيا. هذه هي الصورة من اجتماعات اليوم، والآن أعود إليكم مرة أخرى.